طيب أوقاتكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم في صوت اليمن. تواجه الثقافة اليمنية تحديات كبرى هذه الفترة، ما بين العولمة وغياب الهوية واختفاء قيم التعليم والتعلم وضياع الاهتمام بالكتاب. لكن يبقى أهم الصعوبات أن كل ما سبق يصب في خانة التطرف والإرهاب، والذي يعد أهم وأصعب ما نواجهه في الوقت الراهن، والذي يهدد مستقبل الأجيال المقبلة. هناك معادلة صعبة جدا في التوازن بين الحفاظ على الهوية والنسيج الثقافي ومواكبة التقدم والعولمة. لكن في واقع الأمر اليمن تواجه تحديا كبيرا يتمثل في المشروع الثقافي الذي يعاني من هزة شديدة بسبب غياب الرؤية المستقبلية وعدم وضع الهوية والثقافة ضمن أولوياتنا التي نتحدث عنها، مع أنه في حقيقة الأمر أن ما نواجهها حرب ثقافية في الأساس. التحديات التي تواجه الثقافة اليوم تتفاقم مع اتساع الفجوة بين الفكر ومواكبة التنمية المستدامة وظهور جماعات إرهابية من شأنها تهديد مسيرة بناء الإنسان اليمني. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال في كلمة أمام وزراء الثقافة العرب أن الثقافة العربية تقف في مفترق طرق وتواجه معادلة صعبة للحفاظ على هويتها وجذورها الحضارية، مع التجديد ومواكبة التطور من حولها، خاصة وأن الثقافة العربية حاليا تدفع ثمن ما يسمى بثورات الربيع العربي، وما نتج عنها من تشويه للتراث والآثار والمواقع التراثية على يد العصابات الإرهابية. وجه العالم العربي تغير تماما في اليمن، ومن ظهور الحوثي وحياتنا في خطر. لدينا خطاب متطرف، ثقافة الحقد، الكراهية، استدعاء لأحقاد عمرها 1400 سنة. الكل خاصم الحاضر ويكفر المستقبل ويشوه الماضي ويضيع معالم هويتنا الحضارية والثقافية. لكن السؤال، يعني هل المشروع الثقافي موجود ضمن المشروع الوطني؟ على افتراض أن هناك مشروع وطني مطروح يفترض أنه تشكل في مؤتمر الحوار الوطني، هذا ما نتمنى. لكن السؤال الكبير أيضا، هل يمكن ربط ما يجري الآن من حروب، من أزمات، من صراعات بالتعبئة الخاطئة التي واجهناها خلال الفترة الماضية؟ أسئلة كثيرة سنحاول الإجابة عليها في حلقة الليلة، لكن بعد هذا التقرير كونوا معنا. اهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام، سرني ان ارحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور علي الجنفدي، رئيس المؤسسه العامه للمسرح والسينما. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا
لطرحك مثل هكذا مواضيع. شكرا ايضا لقناه اليمن اليوم، وهي تطرح مواضيع تهم البلد وتهم الانسان وتهم المبدعين في كل مكان. اهلا بك. ويعني البدايه يعني من حيث انتهى الاخرون كما يقال، كيف يمكن تفسير ما جرى او ويجري حاليا في ضوء الثقافه وحاله التعبئه التي سبقت الاحداث؟ عزيزي، حالة التعبئة لم تأتي من فراغ، هي عملية تراكمية وصراع حضاري منذ القدم. الصراع ليس فقط على الأرض، الصراع ليس فقط على الموقع الاستراتيجي، الصراع المدمر أكثر هو أن يمحيك ثقافيا، يمحي جذورك، يقتلعها، يكتتها تماما. هذا الصراع الذي حاصل منذ القدم، ودائما الفكر هو الذي يواجه. المغول وبغداد، ماذا حصل؟ لماذا أحرقوا الكتب؟ لماذا أحرقوا المتاحف؟ آخر حاجة كمان، ما بين الربط ما بين الأول ما بين كذا تحت مسمى. يعني المغول أول خطوة قاموا بها هو إغراق الكتب بنهر حتى أنه تحول لقلب الفرات، حتى سودة كامل من المداد الذي داخل. لماذا هذا الحقد على الفكر أولا؟ لماذا هذا الحقد على الكلمة؟ على معنى أنه الكلمة لها أثر، معنى أنه الكلمة مرتبطة بالإنسان، مرتبطة بجذوره، بطقوسه، بحياته، بميلاده، إلى آخره. وليس الإنسان الذي أمامك الآن الذي يعيش، لا، الإنسان الممتد عبر السنين، سواء كان في بغداد، سواء كان في مصر الحبيبة، سواء كان في مصر في اليمن الغالية، في أي مكان الإنسان له جذور. جذوره ماذا؟ جذوره الثقافية، جذور الزراعة، البناء، الصيد، العمل، الهضبة، البحر، كل هذه مجموعة ثقافة كاملة مكونة لجذور وهوية. الضرب على الهوية، الضرب على الفكر، هو أهم الأشياء ما يفكر به العدو. أيا كان هذا العدو، يأتيك بشكل آخر، أول ما يفكر كيف يمحيك فكريا. يأتي بعدين التطرف الألعن منه تحت مسميات كثيرة جدا، ورايات مختلفة وشعارات مختلفة أيضا، لكن التوجه إلى الفكر، إلى البناء، إلى الكلمة. ولذلك نلاحظ دائما الذين يعانون خلال السنين منهم، أول ما تنهار الدول وتنهار الحضارات فكريا، من خلال الإبداع، من خلال الكلمة، من خلال الأغنية، يتبعه انهيار أخلاقي، يتبعه انهيار اقتصادي، الاقتصادي يتبعه الانهيار كامل. نعم. لكن هو يبدأ بالانهيار الثقافي نعم. ويتبعه في الأساس أنه يتبدأ فكرة تتحول إلى سلوك. كان من أكبر ربما الكوارث التي قد يعاني منها أي بلد أنه تتكون لدى الناس قناعة بأنه مثلا التعليم ما يأكل عيش، أو أنه الحياة لا تستحق أن واحد يعيش فيها، من هذا القصص، فيصبح إنسان مدمر لنفسه ومدمر لغيره، فتنشأ مثل هذه الحركات المتطرفة. اليوم نعاني أنواع كثيرة من التطرف، يعني ليس فقط التطرف ديني أو تطرف، هناك تطرف فكري، هناك تطرف سياسي، هناك تطرف اقتصادي، هناك تطرف مناطقي، مذهبي، طائفي، كل أنواع التطرف اليوم نعيشها في اليمن. هذا السؤال، هل هذا ناتج عن مشاريع قادمة من الخارج، أم أنها يعني نتيجة طبيعية لما حدث منذ 2011 كما أشار الأمين عام جامعة الدول العربية؟ أحب أقول أنه الذي يحدث الآن امتداد لعدم اهتمامنا أولا بالطفل، ببناء الطفل، بالإنسان القادم، الإهمال، الطاقة الموجودة لدى هذا الطفل، الطاقة الجسمانية، الطاقة الوجدانية، الطاقة الفكرية. أهملنا الجانب المهم جدا في مراحل الدراسية، التربية الوطنية، الوعي، الجمال، الفنون، الأدب اللي كان يستقيه ويمارسها أيضا فنيا هذا الطفل، أهملناها بحيث أيضا أصبح نوع من الجفاف. الجفاف ماذا يحدث؟ يحدث تصحر. صحيح. تصحر معها رياح وعواصف متربة جدا. هذا اللي حاصل سواء في منطقتنا العربية، وبالذات نحن عانينا كثيرا لعدم هذا الاهتمام. وجود أيضا خلل في المنهج،
عدم الرؤية الممتدة الواسعة، انه في خلافات فكرية، في خلافات سياسية، في خلافات، لكن الجذر الحقيقي التربية الوطنية هي الأساس، التربية بناء الإنسان هو الأساس. لكن جعلنا الصراعات كلها متداخلة مع بعضها البعض، وبالتالي نتائجها تكون مدمرة لكل شيء. هل يوجد مشروع ثقافي شامل جامع؟ من الذي يحدث المشروع الثقافي؟ القيادات الحاكمة ولا الشعب يأتي؟ طبيعي أنه يأتي من الحكومات. الحكومة أين مشروعها؟ على امتداد من بعد الثورة لحد الآن، أين مشروع حكومة باتجاه بناء الإنسان ثقافيا؟ بناء مشروع ثقافي حضاري، يعني هو هدف أساسي من أهداف الثورة، رفع مستوى الشعب. أيوة. ثقافيا واقتصاديا بناء فين بالعكس، احنا كنا نعاني سواء ما قبل الوحدة، شمالا وجنوبا، ما يسمى تحت الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بوجود منهجين مختلفين، وكل دولة كان معها دولتين، يعني ما قبل كان داخلها ايضا مناهج مختلفة. صحيح. وكم عانينا من المناهج المختلفة، وكم نادى ايضا الناس الاحرار الواعيين المثقفين الادباء المفكرين المكونات الحزبية والمستنيرين، انه ضروري من ايجاد منهج واحد، منهج تربوي واحد. المناهج المختلفة ماذا تخرج؟ تخرج أيضا أجيال مختلفة وصراعات مختلفة. كم معنا منهجين في داخل الشمال، منهج التربية والتعليم الخاص بالله والمعاهد العلمية، ومناهج المعاهد العلمية. يعني هنا منهج وهنا منهج، جيلين مختلفين، هنا يتعبى بشكل وهنا يتعبى بشكل. يعني هو ولم يكن مختلف تماما، لكن كان في تكثيف في مادتين تقريبا، لكن بقية المواد هي نفس. طيب التكتيف اللي ما هو الذي يمنع كان انه يكون كانت الخطورة في موضوع انه العزل، لماذا يوجد تعليمين؟ أيوة. في نفس الوقت، يعني التوقع بعد كذا ما دام في منهجين، معنا طالما في شهادتين، طالما شهادتين، جيلين، رؤيتين. فكرة الانعزال، وانه اصبحت هذه المعاهد هي مخصصة لفئة معينة او لتربية مثلا معينة وثقافة معينة، لكن الحمد لله ربما يعني تجاوزنا بعد مرحلة يعني بعد الوحدة إلى حد بعد الوحدة تجاوزنا، بس كان في لها جذور وعيا وتبعاتها أيضا، لأنها نالت ما نالت. يعني من الآن نواجه نفس المشكلة اليوم، تلاعب بالمناهج الحوثي، يضع تاريخا، يكتب تاريخا كما يريد، وكأنه المنتصر، وكأن هل يمكن للناس انه يعني من جيلنا مثلا، هل يمكن ان يسمحوا بهذا الاختراق لابنائهم؟ هل يمكن القبول بهذه الافكار وتزوير التاريخ؟ الكثيرين لا يسمحون، لكن عملية انه انا لا اسمح والاخر لا يسمح، اذا لم تطبق على الواقع عمليا، يعني التنظير يبقى عبارة عن تنظير معلق عليه، او عبارة عن حديث في المقاهي، حديث في الدواوين، أو حديث في الصحف. نحن بحاجة إلى جانب عملي، الاهتمام بالفنون والنظرة إليها بدونية. يعني أينها الفنون في نظر الحكومات كلها، ميزانيتها إلى جانب طبعا التعليم والصحة وإلى آخره. لكن ما الذي يجعل إحنا دائما في حالة جفاف والقبح يستشري فينا؟ البعد والنظرة الدينية، لأن الفنون باعتبارها وسائل غير صحيحة، مع أنها هي جبهة ثابتة ووسيلة مهمة جدا، وكانت تحرك الشارع، والمعروف بالنسبة للأغنية اليمنية وأثرها في الشارع، والمتغيرات السياسية والمتغيرات المجتمعية ودورها وعلاقتها بالمواطن وبالإنسان. يعني من عند أغنية نشوان، من عند أغنية الشعب يا فندم، تؤثر. لكن الخوف منها، الخوف من الكلمة، الخوف من أثرها، جعل الكثير من الحكومات المتعاقبة تختفي وتهرب من شيء اسمه إبداع وثقافة وفن. اسمح لي أرحب بضيفي عبر الهاتف دكتور محمد حاشنيف. أهلا وسهلا بك دكتور، رئيس مؤسسة دار المسار للدراسات والبحوث. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ عبد دكتور. اهلا وسهلا بك دكتور. التاريخ يقول ان التطرف يظهر في البيئه التي يختفي منها الفكر والثقافه، يعني هل تعتقد بان اليمن بيئه جاذبه للتطرف؟ لا، التطرف طبعا هو بيئه عندما يختفي الثقافه او يختفي الفكر بيخلق بيئه ارهاب، والارهاب بيؤدي الى الفوضى داخل البلد والى الحروب ايضا.
لكن فقط أنا أريد أن أصحح كلمة الرؤية الثقافية. كان في رؤية ثقافية وطنية اسمها هكذا في أواخر الثمانينات أصدرتها وزارة الإعلام والثقافة، لكنها لم تنفذ. أيضا الميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام عنده رؤية ثقافية داخل الميثاق وخارج الميثاق، بينما للأسف الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى لم تشارك في خلق ثقافة وطنية صحيحة، من ضمنها أيضا مؤسسات المجتمع المدني، من ضمنها الجامعات، من ضمنها مراكز البحوث، منظمات المجتمع المدني أيضا، من ضمنها المدارس، من ضمنها المثقفين أنفسهم، يا إما هروبا يا إما خوفا لم يشاركوا في خلق ثقافة وطنية للأسف، ولم تطبق الثقافة الوطنية كما هي صحيح. يعني احنا تحدثنا انها جزء ايضا انه كهدف من اهداف ثوره 26 سبتمبر و14 اكتوبر. نعم يعني هي موجوده ايضا كمشروع ثقافي، لكن التنفيذ الاليه التنفيذيه ربما تختلف من فتره لفتره، من حكومه لحكومه، من رئيس لرئيس، حسب الاهتمامات. يعني البعض اعطى اهتماما اكبر ل الثقافة، ربما كان في فترة الثمانينات كما تفضلت كان أكبر اهتمام وجه للثقافة والفنون بمختلف أشكالها وإلى آخر ذلك. لكن ما هي المعايير التي تنحصر الثقافة وترتفع وفقا لها؟ معايير الوطنية، معايير الانتماء للوطن، الاعتماد أيضا على هدف الثورة، بحيث أنه من خلال هدف الثورة كانت الرؤية الوطنية اللي قلت لك عليها. فالمعايير هي معايير الانتماء، وبعدين الثقافة هي ثقافة اقتصادية، ثقافة اجتماعية، ثقافة سياسية. احنا اهتمينا بالجانب السياسي فقط وتركنا كل شيء. حتى مخرجات الحوار الوطني الذي تفضلت به للأسف كانت مخرجاته سياسية أكثر ما هي ثقافية. المنتج الثقافي مكلف كثيرا، يعني للدرجة التي يعتقد البعض أنه يعني هي غير مجدية، ليست ربحية كبعض المشاريع. لا، المنتجية الثقافية في بعضها بتكون ربحية جدا، وخاصة من الانتاجيين، وفي بعضها ما بتكونش ربحية. يلا يسدد الأنشطة الذي بيقوم بها المنتدى الثقافي، أي منتدى ثقافي كان. المهم أن الثقافة، أتكلم على المنتج الثقافي، المنتج الثقافي. المهم أن المنتج أيضا، المنتج الثقافي حينما يكون باتجاه سياسي أو حينما يكون تابع للعمل السياسي بشكل كامل، لا يمكن أن يكون هناك منتج ثقافي على الإطلاق. وأتمنى والدكتور علي موجود بجانبك أنه أيضا يوضح دور الفن في ازدهار الثقافة وفي تنوير المجتمع وفي عدم خلق نسيج اجتماعي ممزق. سنأتي على ذلك، لكن دكتور أنا أريد أن أسألك أيضا أنه يعني تفسير ما يحدث حاليا من الصراعات والمواجهات المسلحة، وتحدث عن 400,000 قتيل سقطوا خلال الفترة الماضية، كل يدعي بأنه على حق وأنه موقفه هو الصحيح وإلى آخر ذلك، يعني مع الاحتفاظ كل بقناعاته يعني، لكن لماذا كل هذه الدماء تسيل اليوم؟ أليس هذا ناتج عن 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 تعبئة سيئة، عن انحراف ثقافي لدى البعض؟ ناتج عن مصالح سياسية أولا لجميع أطراف الحرب. الشيء الثاني ناتج أنه ما فيش هناك لأي طرف من أطراف الحرب مشروع ثقافي أو طرح مشروع ثقافي وطني للأمانة. يعني كل المشاريع، هناك مشاريع ثقافية لكن ليست وطنية، وهذه قد ليست وطنية. لا، نتحدث عن مشاريع غير وطنية. نتحدث عن مشاريع ثقافية وطنية. فين هي المشاريع الثقافية الوطنية هذه؟ المراكز الثقافية التي أنشأتها وزارة الإعلام في الماضي، وكنت أنا أيضا ماسك واحد من المراكز الثقافية، المركز الثقافي في الحديدة، كان لها دور كبير في ازدهار الثقافة، أيضا هذه انتهت. الثقافة هي تبدأ من الروضة إلى الابتدائية إلى التعليم الأساسي إلى الجامعة إلى، ولكن للأسف ليست هناك رؤية ثقافية استطاع تنفيذها أي إنسان في اليمن خلال فترة طويلة. وأعتقد أنا مع الدكتور علي خلال فترة تطول كثير. نعم، شكرا جزيلا الشكر دكتور محمد يحيى شريف، رئيس المؤسسة العامة، رئيس مؤسسة دار المسار للدراسات
والبحوث كنت معي عبر الهاتف. أعود إليك دكتور وحديث عن المنتج الثقافي. أنت ربما تعانوا كثيرا في المؤسسة العامة للمسرح والسينما، يعني لديكم منشآت ولديكم مسارح، لديكم أيضا دور عرض سينمائي، لكن هل الإنتاج سهل؟ هل هي صالحة للعرض؟ هل لديكم إمكانات لعمل مسابقات دورية ومهرجانات؟ هل وزارة المالية راضية على المؤسسة العامة للمسرح والسينما؟ هل وزارة المالية راضية على وزارة الثقافة ودورها وتفعيلها؟ هل وزارة المالية راضية على إيجاد مسرح ومسرحيين وفنانين ومبدعين؟ وعلى إيجاد سينمائيين موجودين؟ أفقر موظف حكومي هو موظف وزارة الثقافة. نتكلم على، أنت تكلمت على المنتج الثقافي. المنتج الثقافي هل غالي جدا بقى؟ منتج ثقافي ومسرحية ولا دبابة؟ دبابة وتحرق وكل شيء في الأخير، والمنتج الثقافي هو اللي يبقى، الكتاب هو اللي يظل. يعني أنا لا أستهين بالله، الحاجة إلى الجيش، الحاجة إلى الأمن، الحاجة، لكن التوعية تعيد الطمأنينة إلى نفوس الناس قليلا. لماذا اهتمت جمهورية مصر العربية بالثقافة الجماهيرية ودعمتها مشروع من أيام الزعيم جمال عبد الناصر؟ وكانت الثقافة الجماهيرية، الغناء، المسرح، الفعاليات كلها موجودة جدا وداعمة للجيش تماما، هي لحالها جيش كانت وما زالت، ويعني من سنين إلى الآن داعمة، لأن هذه الثقافة الجماهيرية لها علاقة بالإنسان وعارفة ماذا تؤثر وما تعطي. المراكز الثقافية الخاصة بالطفل، نحن نهمل كل شيء وبعدين ولا نزرع ولا نسقي وبعدين نسأل لماذا هذه العاصفة وهذه الريح؟ العاصفة والريح من تكفيف منابع الفن، منابع الوجدان عند الإنسان، الوعي، الثقافة. كم معنا المؤسسة العسكرية كانت كم وجدتم من الدعم؟ كم لا شيء لحد الآن، لا شيء لحد الآن. يعني لا تستطيع إنتاج مسرحية مثلا في الشهر؟ لا أستطيع أنا؟ أنا أستطيع أن أنتج، أنا عمل مسرحي، لكن من يدعم هذه المسرحية؟ أنا، ما هو الإنتاج وليس الكتابة. أيوة الكتابة والتأليف هي مرحلة فقط. الآن بشخص معالي وزير الثقافة، بشخصه يبحث عن الدعم الخاص للمسرح بشخصه، وبطرق أبواب وزارة المالية، وبعلاقاته مع وزير المالية، بعلاقاته مع رئيس الوزراء. لكن نحن نتكلم عن ميزانية وعن رؤية لدى الدولة بتفعيل المؤسسات الفنية والثقافية والمسرح. يعني لا توجد لدى الحكومة رؤية ثقافية؟ لا يعرفون أن ما يجري حاليا من صراع، من مواجهات، من دم، من قتل، من أنه نتيجة لانحراف ثقافي بثقافة مشوهة؟ هل يعقل هذا؟ أستاذ العزيز، مش الآن، على مدى الحكومات كلها السابقة كلها كانت لا توجد ميزانية خاصة للمسرح ولا للفنون ولا للفن التشكيلي ولا المعارض ولا كلها، كانت توجد فقط ميزانية يوجدها وقتها في أيام الاحتفالات، اسمها ميزانية ستنائية. خاصة بالاحتفال استثنائية، سبتمبر يعني. أكتوبر نوفمبر الوحدة بعدين قالت يعني برضو خلاص انتهى الاحتفال، انتهى كذا. أتحدى وزارة الثقافة من زمان لحد الآن معاها مخزن خاص بالملابس، بالأزياء. شوف كم معنا مسرحيات، كم معنا أوبريتات، كم معنا كذا، ولا يوجد معها مخزن خاص بالملابس. إذا أردت يصرفوا عليها يكملوا عليها انتهى، يلا باي باي مع السلامة. احتفالات الوحدة اليمنية أيضا كم يا خسارات، كم يا فلوس، أين المخازن الخاصة بالأدوات بالملابس إلى آخره. نتكلم على الـ على الـ على الـ المنتج. المنتج غياب الرؤية أيضا، أين الرؤية للتعامل مع هذه الوسيلة المهمة والاتصال الجماهيري عبرها، اللي هي الفنون، المسرح، السينما، الآخرين. لماذا النظرة الدنيا لها للعاملين بهذه الجهة، للفنانين النظرة الدنيا وكأنها فنان مسرحي، فنان سينمائي، مخرج، كاتب، النظرة يعني كأنها نوع من الرفاهية. لماذا أيضا اكتفينا منابع الإبداع والفن؟ المؤسسة العسكرية كان معها مسرح عسكري، وكان معاه فرقة موسيقية، أقوى وكان معاه فرقة موسيقية. نعم صحيح.
وكان هذه فرقة المسرح العسكرية. الأندية الرياضية كان معها النادي الرياضي الثقافي ويقيم مسرحيات ويقيم كذا. لا كانت كلية الحربية وكلية الشرطة جوية. من ضمن احتفالها أيضا مسرح مسرحية تعطي مسرحية ومن بأعضاء فعاليات هذا الوعي للتوجيه المعنوي ويقومها بشكل مستمر في المعسكرات والألوية وإلى آخره. تعرض افلام وتعرض مسرحيات. لماذا؟ ايوه تعرض افلام تعرض مسرحيات تعرض كذا الفنانين وضباط كانوا يشاركوا توزع كتب بأعمال فنية ايضا توزع كتب الى اخره. لماذا نظرنا لهذه واكتتيناها كامل؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ الجهات المعنيه لماذا رفضت؟ واصبح التعامل ايضا مع هذا نوع من الرفاهيه وهذا المسرح قفلوه وذاك السينما خلوا له حاله يعتقدوا الا للحاجه للضروره. هناك رؤيه بسيطه للمسرح انه مجرد تمثيل ليس واقع وليس ولا يؤثر ولا يعني للأسف الشديد انه هذا عندما لا يكون السياسي غير مثقف. نعم هو هنا 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 توجد مشكلة. يعني احنا دائما نقول انه بالضرورة ان يكون السياسي مثقفا، لكن هل بالضرورة ان يكون المثقف سياسي؟ ألا تعتقد أنه هذا انحراف نوعاً؟ أنت تتكلم على السياسي المثقف، والسياسي المثقف درس ابتدائي ودرس إعدادي ولا يعرف حاجة عن المسرح ولا الموسيقى ولا حاجة ولا 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 سيناريو ولا الخطابة ولا فن الإلقاء ولا فن كذا، كيف ينظر لهذه الأشياء؟ ويأتي أيضاً هل التطرف؟ أول متطرف يقول لك أنا متطرف؟ هل حصلت كذا أنه متطرف يقول لك أنا متطرف ولا يمارسها سلوكاً؟ طيب هل بالضرورة أن يكون المثقف سياسي؟ مش بالضرورة. أنه مثقف سياسي يعرف شيء من السياسة، أن تعرف من كل شيء شيء نعم، لكن أن تعرف من شيء كل شيء هو هذا الأهم. طيب أنتقل بالسؤال إلى ضيفي العزيز أستاذنا القدير أستاذ عبد الله باكدادة نائب وزير الثقافة. أهلا وسهلا بك، مساء الخير عليك. أهلا وسهلا بكم ومساء الورد. أهلا وسهلا بك. يعني من حيث انتهينا وكنا نتحدث مع ضيف الدكتور علي الجنفدي أنه لا توجد ميزانية كافية لدعم أعمال وطموحات وزارة الثقافة، هي الآن نعم. واقعة ضمن منظومة وزارات ضمن ثلاث وزارات الآن، ربما العبء سيكون أكبر، لكن هل هناك تعمد لإطفاء النشاط الثقافي وجعله في أسوأ حالاته في فترة نحن في مواجهة ثقافية قوية؟ وربما ما يجري الآن مع هذه الجماعات المتطرفة هو في الأساس ذو جذور ثقافية. تفضل. مؤكد، أولا أحيي ضيفك الدكتور علي وهو صديقي جميل ومثقف رائع أيضا وله باع طويل في مجال المسرح، ولربما المسرح يمثل مثل السينما والفنون، وكما قال الباروني أعطني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا. عندما أتحدث أنا عن وزارة الثقافة وهذا كلام نكرره كثيرا حقيقة، ليس في مرحلة الحرب الآن ولكن في مرحلة السلم، كانت وزارة الثقافة تعاني من قضية ميزانيات وقضية إيقاف بعض المشاريع. نحن نعرف أنه عندما أريد أن أعمل خطة ثقافية إن لم تتبعها خطة مالية أو ميزانية مالية لن يكتب النجاح، لأنه في مجال السينما أو المسرح في بلدان كثيرة نجد أن هناك قطاع عام ينتج وهناك قطاع خاص أيضا، وهناك قطاع حزبي أو سياسي. في الأخير كل هؤلاء لابد من وجود منتج ولابد من وجود ميزانية تأكد نجاح هذه الفكرة. اليوم الواقع يمر بتطرف رهيب ليس على المستوى الثقافي ولكن على المستوى الديني الذي أنا أعتبره هو الأخطر، لأنه يعني عندما يتحدث رجل الدين بشيء من التطرف ويضفي كلمة الجنة والنار وإلى درجة تسميم بعض عقول الشباب الذين يعطونهم الأحزمة الناسبة والموت المجاني على الشوارع باعتبار أنه هذا عندما يموت سيذهب إلى الجنة، هذا أيضا ثقافة دينية متطرفة يجب أن تواجهها في الجانب الآخر الثقافة المتوازنة. ربما في مصر فيها يخدمهم كثير قضية وجود الأزهر، ولهذا عندما يتحدثون عن الجامعات يتحدثون عن الأزهر باعتباره قطاع مستقل لوحده، والأزهر لا يؤدي دوره على مستوى مصر فحسب ولكن على مستوى المنظومة
الإسلامية يعني بشكل عام. نعم. هناك تيارات مختلفة على المستوى الديني، يعني هناك الصوفية وهناك السنية وهناك الشيعية وهناك وكل هؤلاء لديهم أجندتهم ولديهم ممارسات. هل الخطورة أستاذ عبد الله من المشاريع الثقافية القادمة من الخارج أم من الاحتقانات الموجودة في الداخل ويعني وما أنتجته من صراعات دموية؟ المثقف بطبيعته هو شخصية تتأثر وتؤثر. عندما تجد مبتغاها على مستوى الواقع وتفرغ طاقاتها هي تمثل دور إيجابي يخدم المجتمع بشكل عام ويخدم الدولة ويخدم المجتمع أيضا، باعتبار أنه هذه الأريحية موجودة. ولكن هذا المثقف عندما لا يجد مبتغاه يتحول إلى رأسية مدمرة، وبالتالي تساهم في تدمير المجتمع. تتخيل أنت اليوم لو هناك أي عامل صرف عن وظيفته عنده استعداد يروح يشتغل عتال، عنده استعداد يروح يشتغل في مطعم، لكن طبيعة المثقف أو المبدع الموسيقي تعب عليه نفسه كثيرا. أنت تخيل عندما واحد يطلع على المسرح ويأخذ بالكمانجا ويعزف والكل يصفق له وينزل أنا أعطيه 500 ريال، ما ينفعش الكلام يعني. طيب أستاذ عبد الله دعني أسألك سؤال صريح، هل أنتم راضون عن دور الوزارة في مواجهة التطرف الفكري والثقافي القادم من الخارج؟ طبعا هناك شرائح مختلفة من ضمنها العمل المؤسسي الثقافي، لأنه برضو المثقف هناك كثيرون يشتغلون بشكل مستقل، ونحن نتابع الآن تلك الفضائية التي أصبحت منتشرة سواء كانت في الرياض، سواء كانت في جدة، سواء كانت في مصر، سواء كانت في تركيا، أو كانت في أماكن مختلفة في الداخل أيضا في عدن وصنعاء. هناك تأثير وهناك شغل أيضا وهناك إفراغ طاقات، لكن هناك من يستغل تلك الفراغات أو تلك الإحباطات النفسية أو عدم توفر الموازنة الحقيقية بالذات في جانب العمل المؤسسي. لكن هل يعقل إنه وزارة الثقافة و يعني معي رئيس المؤسسة العامة للمسرح والسينما غير قادرين على إنتاج مسرحية في الشهر، عرض مسرحي واحد؟ والله شوف، وزارة الثقافة بتقيم مهرجان سنوي أقيم في فترة سابقة قريبة الآن، مهرجان في عدن، ثلاث مهرجان أيضا في حضرموت، وشاركت فيه فرق من مختلف محافظات الجمهورية سواء كانت المحررة أو التي هي تحت إطار الحوثي، باعتبار أنه نحن في مجال الثقافة نفرق. ولكن هناك تأتي فترات تكون فيها خصوبة في الجانب المالي وهذا يساعد الوزارة على الإنتاج، ولكن في الجانب الآخر ربما لا تتوافد. مثلا نحن في فترة لكن أنت تتحدث عن وزارة الثقافة، يعني إذا كان هناك قنوات تنتج على مدار العام أعمال ثقافية وتواجه الفكر الحوثي ويعني الأفكار المطرفة سواء الحوثنة أو الأخوان، لديها من يمولها أخي عبد الله. طيب أتحدث عن حكومة، برضو على الحكومة، أنت شايف المعاناة هي بتعانيها. يعني إذا كنا بنشتكي نحن في فترة السم، فما بالك اليوم ونحن في فترة الحرب، معظم الإدارة إدارة عن بعد. أليست الـ 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 الإدارة بالثقافة جزء من الحرب؟ أليس يعني أنتوا الآن وزارة ثقافة وإعلام، يعني مع بعض وزارة ثقافة وإعلام وسياحة، أيوة يعني وزارة واحدة. إذا لم تعطى هذه الوزارة، إذا لم يعتبر الإعلام والثقافة سلاحا رئيسيا واستراتيجيا في هذه الفترة، فمتى سيأتي دورها؟ نحن بحاجة إلى يعني جهات عليا تقدر ما تقول أنت، لأنه وزير الثقافة ميزانيته محدودة، هذا ما في شك. لربما وزير الثقافة يعاني باعتباره متحمل، مثلا بقول السياحة وزارة مرنة، ولكن الإعلام والثقافة هي من أصعب الوزارات يعني، وأصعب إدارة هي إدارة المثقف. ففي الوقت الراهن الوزارة تشتغل في حدود ما هي عليه، ولكن نحن بحاجة إلى جهات عليا
تعي أهمية الدور الثقافي. يعني نقدر والمجهد. نقدر حماسكم، لكن أنتم تطبطبون على الحكومة وتطبطبون على وزارة المالية صراحة يعني. وحقيقة الأمر أن وزارة الثقافة لا تعمل ولا تنتج شيء، لأنه كل كوادرها معطلة، ويجب أن يقال هذا الكلام بعلو الصوت. يعني هذا كلام ظالم، أنا ما يعني أقول نقول أنتم لا تعمل، لكن نقول أنتم لا أحد يمكنكم من العمل، لا أحد يسمح لكم. أنا بقول لك يا أخي عبد الولي، الآن مثلا نحن لدينا صندوق التراث وتنمية الثقافة، وهذا لديه ميزانيته. نعم. لكن في هذه الظروف السيئة وفي ظل هبوط العملة، اضطرت الوزارة إلى أن تحول مبالغ هذا الصندوق إلى دعم للمثقفين والمبدعين. أنا أفهم أنه حوالي 27 مليون ريال تذهب كرواتب أو شيء من هذا القبيل؟ أيوه تقريبا. أيوه. مبالغ هائلة في الصندوق، ولكن تذهب في دعم المثقف وفي دعم المبدع. ولربما هي الآن يعني المبدع قد ربما كما تفضلت قبل قليل أنه لا يحتاج إلى أن تدعمه، لكن أعطيه عمل وأعطيه بمقابل، لأنه تعطله وتجلس في البيت تعطيه مش عارف 20 إلى 25 ألف ريال بالشهر، يعني لا تساوي شيء في هذا الغلاء وفي هذا. ولكنها تساعد قليلا. نعم تساعد، لكن لماذا لا ننتج ونعطيه أكثر؟ والله هي الانتاج في ظل هالظروف، انت شايف ما جرى اليوم في داخل عدن صح؟ نعم تابعت اكيد يعني وهذا نتيجه لغياب الثقافه السليمه. الان في تعبئه خاطئه في ثقافه فتنه وحقد وكراهيه والى اخر ذلك. لا نريد ان نحملكم استاذ عبد الله اكثر مما لا يعني اكثر مما تتحملون، ونعرف حجم المعاناه مع الماليه ومع الحكومه والى اخر ذلك، لكن نتمنى انه من خلال هذا البرنامج انه تصل الرساله الى من يهمه الامر. اشكرك كثيرا. والله نحن لنا اكثر من 3 عقود من الزمن ونحن نتمنى، وان شاء الله ربنا يحقق هذا التمنى. اشكرك جزيل الشكر استاذ عبد الله باكداد، نائب وزير الثقافه افقر وزاره في الجمهوريه. احب اوضح انه تحميل وزاره الثقافه مثلما وضعوك في بئر وقالوا لا تسلم، ورموك بحجر وقالوا لا تسلم، مثل ما تربط شخص عندما تتحدث هي لك فلوسك هناك وانت جالس مربوط، هي لك يا دهمه هي لك يا دهمه، ولما ما تدهمه كلها. عندما نتحدث عن الثقافه هل ترى انه احنا نروح وزاره الصناعه؟ لا انا لا اقصد كذا، انا اقصد عندما نتحدث عن وزاره عن الثقافه الطبيعي كوادر موجوده، الثقافه كوادر موجوده والكوادر موجوده والخطط موجوده، لكن تتكلم على لا الدعم المالي الاساس. الثقافه امكانياتها اقامت مهرجان مسرح الشباب، اقامت مهرجان مسرح الشباب وعندها خطط، لكن حتى مهرجان لم تغطى التغطيه الكامله. التغطيه الكامله احنا مشكلتنا، احنا نكون واضحين مشكلتنا احنا كل الثقافه. حضرتك تكلمت على الدعم المالي اللي اسمه للمبدع اللي هو 25 ولا 20 ولا يعتبر حاجه جدا على بال ما يوصلوا على ما كذا. وقلت ايضا انه الى جانب هذا اعطيه خليه يشتغل بيدخل اكثر، ايضا اعطيه ميزانيه واعطيه كذا وحاسبه عليها على الاعمال. اذا مشكلته احنا مش مشكله، ولما تعرض برضه في ناس بيجوا يشتروا بيدفعوا تذاكر بالعلم والمال يبني الناس مجدهم. لا يبنى مجد على جهل وإقلال. نحتاج إلى المال لأجل نعطي، لأجل نشتغل، لأجل نعمل، لأجل كذا. ما نحتاج إلى مجرد صور. لماذا الثقافة والمبدعين المسرح الموسيقى الغناء، نتكلم على كل الفنون، لماذا ينظر لها نظرة دونية من المالية؟ من مشكلة احنا مع المالية. الحوثي يمنع يعني يعاقب الفنانين ويحبسهم ويمنع حتى على الناس حتى بشكل تمام بشكل مباشر. احنا نعاقب بشكل اخر حتى في الاعراس، احنا نعاقب من الجانب المالي بشكل اخر، يعني لما سواء بشكل مباشر او بغير مباشر. طب الفنانين لا هؤلاء يعني وجدوا لهم طريقا، خصوصا العازفين والى اخر ذلك، وجدوا لهم طريقا من خلال الافراح والجلسات و كمنفذ يعني ينفذ. الان اغلق عليهم هذا الباب، سيعود حالهم كبقيه
منتسبي الثقافة. هذا من ما يخص الفن الغنائي، الفنانين الغنائيين يعني قليلين الذي يشتغلوا كثيرين جزاء فصيل من فصائل الثقافة. أي فصيل من فصائل الثقافة. الآخرين طيب، الفنان التشكيلي ما يحتاجش إلى أدوات اللوحة، ما يحتاجش إلى فرشاة، وما يحتاجش إلى قاعة، ما يحتاجش إلى كذا. هذه أقلها. الموسيقي مش محتاجين إلى آلات وإلى قاعة. وغير هذا عنده أسرة. فرقة الرأس الشعبي مش عنده أسرة. مش محتاجة. فرقة المسرح مش محتاجين إلى قاعة وإلى يعني أدوات. يعني نفكر فقط في في في, في تكاليف العمل ولا إلى أدوات وإلى آلات وإلى تواصل. الآخر يطلب مننا نلتقي معه، يدعونا، ومع ذلك لا نقدر ندعي ولا نقدر. وأنا أعاني شخصيا من هذا الجانب جدا. وأتوسلك رغم وجود توجيهات من يعني هل تعتقد أنه أنت كرئيس المؤسسة العامة للسينما والمسرح اسم كبير؟ نعم. يعني هل المسمى هذا موجود على الأرض؟ مؤسسة عامة العامة للمسرح والسينما ليس لها مقيتها من قبل 9 أشهر، ليس لها، لا يوجد لها مقر خاص بالمؤسسة العامة للمسرح والسينما. نعم. داخل المحافظة المؤقتة يعني عدن. هذا أول كانت تعتبر المحافظة المؤقتة عدن فرع من فروع المؤسسة العامة في الجمهورية اليمنية ومركزها الرئيسي في صنعاء. نعم. وفي تضخم وأسماء كثير لا لهم علاقة لا بالفن ولا بالحركة الفنية السينمائية ولا المسرح، لكن كعدد ضم هذا في الكشوفات المركز الرئيسي. الآن نريد أن نعمل. الآخرين ولله الحمد قبل العام الماضي التقيت بالأستاذ الرائع الجميل وصديقي العزيز أبو سعد فودة نقيب السينمائيين في مصر، وأبدى استعداده لدعم المؤسسة العامة للسينما والمسرح بلي يقدر عليه، شاشة سينمائية، كتب، أفلام إلى آخر. تمام. جميل. أكاديمية الفنون أيضا ودكتور أشرف زكي ودكتور نبيل حسن أيضا كانت من الراعين، وكان أيضا من الراعين الدكتور أشرف زكي، إنه ندعم المؤسسة العامة للمسرح والسينما فيما يخصنا وفيما يخصنا. جميل. وحنقدم وهذا بجهود ربما شخصية. بجهود ربما شخصية. أين فقط بجهود شخصية. أيه. بجهود شخصية. أين المقر؟ ندور على مقر. وقدنا ما فيش مقر رئيسي، نبحث نستأجر على مقر عشان أين المال اللي يستأجر المقر؟ حتى نلتقي، حتى الآخر يجيب لك الكتب، حتى الآخر يجيب لك شاشات. ما حال دور العرض؟ لا حال. ما هو حال دور العرض السينمائي والمسرحي؟ حال دور العرض السينمائي أغلبها طبعا تحولت في إطار الجمهورية اليمنية كامل في كم سينما، من ضمن السينمتين الأساسية اللي موجودة سينما ريجل وسينما أروى. وسبق وقدم أيام الأستاذ مروان دماغ وزير الثقافة السابق مشروع كامل لبناء سينما ريجل، إعادة بناء كامل مشروع مع تخطيط مع تصور إلى آخر سينما ريجل، وقدم التصور كامل مع المخطط ودعم غير قابلة للترميم وغير قابلة للترميم لا. ووافقت عليه وزارة المالية وقمت وافقت عليه وزارة المالية بالدفع كمرحلة أولى، كان يومها تقريبا 600 مليون ريال أو كذا يومها، الآن 610 يمكن تعمل حاجة. وقمت هذا المشروع من قبل أيام الأستاذ مروان دمج، يعني الآن سنتين ثلاثة مقمد. سينما أرواء أيضا تحتاج إلى نفس الكلام، تحتاج إلى مشاريع. آخرين مستعدين أنه طيب يدخلوا في شراكة واستثمار مع الوزارة ومع المؤسسة بما نراه نحن، بما نحتاجه نحن، لكن كيف الأسس البناء تصور؟ لا يوجد أساس قانوني مثلا للموضوع؟ هل يمكن يعني إيجاد تكييف قانوني لهذا التعامل ولهذا تكييف قانوني؟ يعني خدمة للثقافة. خدمة للثقافة أيضا. أعطي للمؤسسة العامة للسينما والمسرح حقها كامل. من اللي أنا أؤكد دائما من إشكالتنا ماليا. أما إبداع، مبدعين موجود، كتاب موجود، سيناريو موجود، مصورين موجود، إلى كله موجود، ومنافسين ويدخلوا ويشاركوا بجهود شخصية. الإشكال في الجانب المالي فقط للدعم. نحتاج الدعم وعلينا الباقي، وسنعيد المبالغ هذه مضاعفة، وسيرون كيف نقف وكيف يخف القبح. القبح يستشري لغياب الإبداع والجانب الوجداني والفكري. أنتم رفعتم ولا يحارب رفعتم بهذا المشاريع. من الذي يعطل المشاريع الثقافية؟ من الذي يقف في وجه وزارة الثقافة؟
من الذي يضيق على وزارة الثقافة أيضا ماليا؟ ما معنا حنطول الأمور ونعرضها ولا لا ولا نبعد؟ الإشكال هذه ميزانيتي، هذه ميزانيتي، الميزانية ترفع من قبل يعني من قبل الوزير وترفع كذا وتعاد وتعاد أقل من التصور. موازنة الحكومة أساسا لم تعرض على مجلس موازنة حنا الآن ولم تقر، لكن قل الموازنات السابقة سيدي العزيز الآن أفهم منك بس هذا النقطة. طيب هل لديكم موازنة أصلا؟ أيوة معنا موازنة وبحثت عنها ووجدناها موجودة، ولأن المؤسسة ولا تصرف خلال 10 سنوات كانت ولا خاملة تصرف ولا الآن لا تصرف لحد الآن كانت خاملة اعتبرها ضمها بعد ما صار ضمها ضمن وزارة. هل أنتم مشكلتكم في صرفها أم في رفعها؟ أي في صرفها من رافعين وموجودين كل شيء، حتى اللي رفعت به وزارة الثقافة أيضا نفسها تمام بما تحتاجه. كيف تعتمد موازنة ولا تصرف؟ احنا 2021 وما زالت يعطى القليل القليل من 2014 الميزانية، والقليل القليل أيضا من حق 2014، فتخيل. اما ما يخص السينما والمسرح فمجمده الان، نطالب بها نتحرك قليل. اذا نختم بهذه ونوجه الرساله ونضم صوتنا الى صوتك لوزاره الماليه، نتمنى ان تكون وزاره الماليه لانه الموضوع ليس بيد احد غيرها الان طالما الميزانيه مقرره. نتمنى من وزاره الماليه ان تكون على مستوى ما يجري في البلد وان تكون عند مستوى هذه المواجهه الثقافيه. يعني كل يوم احنا يتم غزونا بأفكار إيرانية وتركية وأشياء من هذا القبيل، والجميع يحاول استعادة إمبراطوريته، وفيما اليمن يعني تقف موقف البلهاء بسبب الحكومة وبسبب وزارة المالية. أتمنى أن ترتقي وزارة المالية بأدائها وأن تمنح هذه المؤسسة الثقافية يعني على الأقل ما تستحقه إن لم يكن هناك موازنة استثنائية في هذه المرحلة. وصلنا إلى ختام حلقة الليلة. ختاما أشكرك جزيل الشكر دكتور علي الجنفدي رئيس المؤسسة العامة للسينما والمسرح، كنت ضيفا عزيزا في هذا الليل. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدي الكرام، ألقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.